يعني بشوف دلوقتي كتير من الشباب بيعملوا اللي هي عمليات زرع الشعر دي. امتى بقى نعمل عمليه زرع الشعر دي؟ طبعا احنا بنحاول بالجلسات دي ناخر العمليه قد ما نقدر، لان الشعر القديم هيبتدي يقع برضه وبيتهاجم بالوراثه. لما طبعا بعد ال 30 او ال 35 نبتدي نزرع. الزرع ده بقى دلوقتي في مصر متقدم جدا. زي تركيا بناخد بالفوليكل بالوحده، وبقينا بنزرع احسن منهم كتير، بقينا بناخد 2000 زرعه، يعني 4000 شعره في المره. فده بيدينا نتيجه رائعه، ما بيبقاش فيه جرح خالص في الشعر، وده بيدي نتائج جميله وبيبقى العمر كله. لكن في الستات نتائجه في العالم كله وحشه جدا. هو مشهور اصلا للرجاله. للرجاله. في بنات زرعوا وجايين متضايقين جدا، لان غلط، لان انت لما بتزرعي بتعملي انترفير للبلاد سبلاي، انت بتاكلي من الاوعيه الدمويه بتاع الشعره الطبيعيه اللي موجوده جنبها. فهي هتزرع والجديد هيبقى موجود والقديم هيقع، هتبقى دافعه فلوس والوضع كما حاجة. هو ده طلع وفي وقع. هي بتفتكر اني يا دكتور انا عايزه ازرع لان انا ما عنديش وقت اعمل جلسات واحط الليسيون. انت ما عندكيش حل غير كده. تعملي جلسات وتحطي ليسيون، وفي ليسيونات قويه جدا دلوقتي بتجيب نتائج رائعه. لكن الرجاله بتبقى ناجحه معاهم جدا، بالذات لو شعره فادي، وده بتبقى حاجه العمر كله. فالرجال نزرع. لكن السيدات لازم نعالج، لازم. في حاجات جديده، يعني في حاجات السنه دي نازله جديد قويه جدا، الاستيونات قويه جدا، بتطلع الشعر في الستات فعلا. بس هما الستات دايما مستعجلين.